طيب خلونا نعرف تفاصيل أكتر من إسراء أشرف ليدر حملة مشكاه للترويج للآثار الإسلامية. صباح الفل عليك يا إسراء. النور عليكم جميعا، أهلا بكم. إشمعنى اخترتوا المشكاه؟ مشكاه في البداية، مشكاه كان في أو قبل مشكاه بقى كان في أفكار كتيرة جدا للمشاريع كنا حابين إننا نتكلم عنها، كان من ضمنها الآثار الإسلامية. حقيقة المواضيع ديت يعني بالرغم من إن الحاجات اللي كانت مع مشكاه كانت أكثر سهولة منها، إلا إنها كانت مشكاه تحديدا هي بتمثل لنا كلنا تحدي، خصوصا لأن ما كانش في حملة متخصصة للآثار الإسلامية قبل كده تحديدا يعني ليها، وده طبعا شجعنا إننا نبدأ في الخطوة دي، من يعني خصوصا مع وجود العوائق اللي كانت قدامنا، فده كان حماس لينا إننا نبتدي فيها. فكرة مشكاة تحديدا احنا هي المشكاة هي الحقيقة اللي احنا شايفينها دلوقتي معانا على الشاشة، بس عشان لو في حد مش عارفها الصورة اللي كانت قبل دي على طول، هي دي المشكاة، دي هي دي بالظبط. بالظبط، اتفضلي يا اسراء. تحديدا الحته ديت هي اللي خلتنا اننا نختار اسم مشكاه، لان ناس كتيره جدا مش عارفين ايه هي المشكاه، بالرغم من ان اغلب الاثار الاسلاميه هي عنصر مشترك فيها، يعني بمجرد ما بندخل لاي مسجد بنلاقيها دايما بقى في الاسقف وكده، فكنا بندور على الحاجه المميزه اللي فيها ما بين الآثار الإسلامية يعني، واخترنا تحديدا المشكاة. وطبعا في الأول واجهنا إننا جيل طبعا أغلبه مش عارف يعني إيه مشكاة، بدأنا إننا نشرح ونعرف. فكرة صح. مشكاة تحديدا هي الحقيقة جت من والدي، أنا والدي كان عنده اهتمام كبير جدا بالآثار الإسلامية، كان دايما بيشغل لنا هنا فيديوهات عن الآثار الإسلامية بقى، ومش بس بقى الآثار المعروفة، لا ده في كمان آثار كتير مهجورة. ومن هنا الحقيقة هي كانت جات لي الفكرة بأن كان في آثار كتيرة جدا يجهل البعض بمعرفتها برغم من أهميتها الكبيرة جدا. احنا معانا هنا زميلنا مصطفى شاطر جدا في حتة التاريخ، ف يعني انا لسه ما سالتش، خلي بالك. طب انا يعني خليني اتجه معاكي يعني شكل اكاديمي اكتر. انتوا طلاب في الفرقه الرابعه في قسم الدعايه والاعلان، وعندكم مشروع انكم تسوقوا الاثار الاسلاميه او تعملوا لها نوع من انواع البي ار، الببليك ريليشن او الدعايه، يعني حمله علاقات عامه. ازاي هتستفيدي من خبرتك الاكاديميه في تسويق عنصر زي ده على شبكه الانترنت، او يعني على الوسيله اللي انت عايزاها اللي انت بتعمليها؟ والله احنا كلنا في الاول بنبتدي يعني، طبعا الموضوع كان تاريخي اكتر، فطبعا معرفتنا الضئيله خدنا فتره كبيره جدا في اننا مرحله البحث نفهم وجمع الموضوع المعلومات دي ده حقيقي. مراحل طويله جدا. بدأنا إننا نعمل مقابلات مع دكاترة من كلية الآثار جامعة القاهرة، مع مرشدين سياحيين، مع كمان ناس من خبراء الترميم، طب بحيث إننا نفهم الموضوع والأساتذة بشكل اللي كامل. عندكم في قسم الدعاية والإعلان، الدكتور سامي عبد العزيز، الدكتور صفوت ما قالولكوش طبعا طبعا ما قالولكوش ممكن يعني نستفيد من الموضوع ده إزاي، نروجه إزاي أكتر؟ والله هو الفكرة في الأول الموضوع كان صعب علينا شوية، خصوصا طبعا يعني مش كافي الأول هي ملهاش يعني ما كانش في حملات قبل كده إننا ناخد منها خبرة، يعني نشوف مثلا هم وقعوا في إيه أو كده، فده طبعا كان تحدي علينا. طبعا بنرجع لأساتذتنا طبعا في الكلية بنسألهم يعني إذا كنا وقعنا في حاجة زي كده، وهم بيدلونا، فطبعا كانوا دايما أهم حاجة بيدلونا بيها إننا نلتزم بالخطوات بتاعة الحملة ونتقنها كويس جدا في كل مرحلة فيها، بحيث إننا نوصل لأحسن أحسن نتيجة كمان. طب يعني ايه الصعوبات بقى اللي واجهتك؟ انت ليدر الحمله، ايه الصعوبات اللي واجهتكم في كتيم عامه او كفريق عمل وانتوا بتحاولوا تروجوا للحمله دي؟ الصعوبات كانت في الأول متمثلة في يعني التصاريح المتعلقة بالتصوير في الأماكن دي، لأن طبعا كمحافظة على آثار وكده فالموضوع بيبقى في صعب شوية تصاريح، إذا كان في فيه تصاريح كمان. بتطلب. بالظبط.
بس فدي هي كانت دي. حاجة عائق مواجهنا في الأول. لكن طبعا توجه الحملة بتاعنا ما كانش آثار تحديدا على قد ما هو كان ليه جانبين. الجانب الأول اللي هو طبعا الآثار وفيديوهات ترويج ليها، وإننا نعرف بقصتها والترميمات اللي حصلت قبل كده وفي الفترة ديت كمان. والتوجه التاني كان إننا أصلا نعرف الثقافة اللي انتقلت لنا من العصور الإسلامية زمان، وده تم عن طريق الإيفنت اللي عملناه في كلية الإعلام جامعة القاهرة، كان بعنوان بلد الحضارة. الإيفنت دوت كان غرضه يعني كان لينا هدفين فيه. الهدف الأولاني طبعا إننا نعرف بحملة مشكاة، والهدف الثاني إننا كنا عايزين نعيد الروحانيات بتاعت رمضان، وتحديدا اخترنا ليلة رمضان عشان نعمل فيها الإيفنت دوت. الحمد لله طبعا لقينا اقبال كبير جدا، خصوصا الشباب بقى في الكليه بداوا ان هم يعرفوا يعني ايه اثار، يعني ايه مشكاه. الايفنت طبعا ده تضمن فقرات كتير، من ضمنها اننا نعمل مسابقات بقى نشوف الوعي عندهم بالمعلومات دي عامل ازاي. طبعا كان في لجانب الفقرات الترفيهيه، يعني الدنيا الحمد لله كانت حلوه فيه، ويعني سمع بشكل كويس قوي. طب اهم الاماكن اللي زرتوها ايه؟ وازاي قدرتي ان انت تاخدي منها يعني اكبر قدر من المعلومات؟ يعني اكتر مكان استفدتي منه ايه؟ اكتر مكان والله هو كل الاماكن الحقيقه دي، يعني كنا دايما بنكتشف فيها حاجات كتير. احنا نزلنا اماكن زي الحسين نصور فيها، نزلنا عمرو بن العاص، ده كان توجهنا الاول طبعا لان مسجد عمرو بن العاص كان هو البدايه للاثار الاسلاميه في مصر. رحنا طبعا كان في فيديوهات تانية كنا احنا مظبطينها عن مسجد احمد بن طولون، متحف جاير اندرسون، في كمان خان الخليلي، وعملنا فيديوهات عن القرفة الكبرى. بدأنا اننا نعمل فيديوهات عن يعني فيديوهات تجميعية كده للعمارة، البيوت الإسلامية وازاي اتبنت وايه العبقرية اللي بنوا بيها، حاجات كتيرة يعني. يعني فن فعلا العمارة الإسلامية والمساجد والتراث الإسلامي عامة من يعني الآثار المهمة جدا جدا اللي بتتميز بيها مصر. وحلو ان انتوا كجيل جديد بتحاولوا ان انتوا تعيدوا تاني الترويج لهذه الآثار. بنشكرك يا إسراء، إسراء أشرف ليدر حملة مشكاة للترويج للآثار الإسلامية. بنشكرك، شكرا جزيلا يا إسراء.